سلطان محمد أحمد إسماعيل وكمي ده سلادين تسمالي لان يكون دقن مغالة بربرا يا قوينيهان مبارك حرور نور وكمي ده دليل ده مغالة بربرا ومان تسيو ده تشيريا كولان ورباهنة دقو قبطي مغالة بربرا ايا وحي كغا هدلين موران كسياسي غا هي كتشيريا سمالي لان إلا حريرا قبسو ميدا دورا شدا مدح تويا ده ايا ولبا فريد ده ورهد سياسة ده حاني با قدرين لبداني مسؤول حسبية ده سياسة ده سمالي لان غارهان لبدا حسبي معارض يغان اوغو باقي اني تشوشيان مدهرات ده اسلام كان أين بتجليه ذا إلاليان وسيدوك لوحة تاجرين عقاشة وحجرت كي وياي الكوجن تدي لحد حادين تحكومة ذي ولي بحسب يده معارض كا ورينا وحالك سكة هاللي سلطان محمد أحمد إسماعيل أو هو تساليي نبتجليه ذا سمالي لان كشرته يو اللي بقي معه يكفر دو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شركين إسرائيل وحدارية هاي إشيو قوضة كمان تكسر الله نبت قليدة نبت قليدة إلا أتكهية نبت قليدة وشيء أضوقي مبضان الأمن والإيمان أمن وغالوي وحرولان هاي هدارون هاي بيلوين تشرار شيخ موسى ليريو خلانا وقباغنا إمي كنكو باقينا إن بتجليد الله يلاليو أول ما حسبي هذا معارضك أي إن بتجليد الله يلاليان وأنا إن يقصن ما هو عم بينو مريسا إلهي مهدي بالقشرة إلى إن بتجليد حسبي هذا معارضك أنا إن يقصنه ميس كود هذا الكل سجوي مادو وضن كاني دستور أولي دستور بالولاني دستور كودن كارلوسر والله oo hal isugu yimaado dastuurka wadanka la isugu yimaado oo wadanka qaska iyo dibka laga wado hal laga joojiyo ruuhaanta waxa nasiib dara shaqi loo doortay inay baarlamaanka wadanka sharci dejinta wadanka loo doortay inay hormoodiyaan ciyaalkii iyo dumarkii ay hormoodiyaan waa nasiib daro kuwaasna waxa leey waxa la idii doortay sharci dejinta wadanka tihiin وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو مشروع 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 دولته واتبات كذا قفصنا يسا وحلا روحي إن بتجيله كهري مرة يحق ما يقول لنا كارتكتو ولا القصة على سنة الله يلا يعمل قال ولا ناي ولين كبر ما كم راح يعي جي أرسل هاي سنة حلبانيين وحلبانات هيني إلى هين لك يا أبو مستنبت كذا كاتي هنا واتبات كنا قرطة أو إلى هين لك يا أبو رمان انت ربطت كشقين سيدنا سليمان من مهل علينا انت ربطت كشقين يسا ايا نو مهل علينا يا بوليس كدر كده وهو مهل علينا يا شر الضبا قال اي وحا لا ودكم مدحولو لي ودكم مدحولو لي حكومه لي ودنكم هدي امنك لا الى لي وايو وامنك لا كي وايو دي واجبات كود واجبات كده حكومات حكومه وا غدنيسا نين ربطت سليمان لو ضبا فرسل مايو نين لوضو فرسل مايو نبدا هلا إلاليو إلهي هلا قبقو كوسيقى هل البطاقة هذا هو مرة ودو ليه هاي لك كوسيقى الدولة يو ودي قوين بولي ودي قوين كومر لكن شعب كاي أيام كدو ملي ومدى رسوسة صار يا ودال كان كل باتين يا وحلا قاية يا وحن بوح كاسعون يا ماها ميسك ودى هذا الكالا يا دستورك ودنك هلي سقوي مادو نبدنا هلا وضع إلاليو رمان خير سومان لما نباقيا حلين نبدا هلا إلاليو ووالي يوتي نبدا هاي راشدان ووالي يوتي وبتكود ها عقب صدان قبل كستي دقيين خير سومان لما حلين والد كستوة وبتكاقة قبصو وبتكاقة قبصو أكيا دي لامقة رياعو وحوراها دادك لبوبو وبليس كيلا الشيطان سوريا ايو هذا الوحي عالكا كلمة دي عندي كان تبع كبسون لقدر وحن راعينا يا أنا عبدي إني أو رنتي عبدي إنه الحين
وانا يسعي وانا نباتي يا دكتور هذا لو صو بيلسان ده صو بيلا إذا كان صغير وا تيجي يسألو هو رمل بيجار يعني هو تقول هو رمل كيسك شقينا يعني هذا واحد مثال دي واحد منو حاجة ما ين هذا يا بني السلام يا واحد يسكوك نين لبطل الليلاليو يسومي له ويشيل كذا الليلاليو إقرار لبطل الليلاليو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ساكا إن شركة شرايدا أنا هلك قبلا لي وحوي باق عن لك تاجر إنه أرنتي يعني ما دخل قام يدضو أي كشقيين أي كصاب صناعي يسوسوشيت كا والرضا معارض كي الدولة ده يحوشين تنا بتجلي ده أيان إنسان لو تاجر إنه أيان ساكا شركة شرايدا قبلا لي فلا هانتي وحوي إن إنكو مركع إنه غير سومال لأن هاي وحينا دونك كوينين شرني وحلي دارنا بض waxaynu Soomaaliya kaga duwanahay marka la eego qula adduunku inay ugu taxgeliyo waxa ay tahay nabada hadii aan nabada laga wada shaqeyn oo aan mucaarid iyo muhaafid ba hareeraha laga wada joogina in taas waxay noqonaysaa in guuldarro Soomaaliland in ka dhacday sida darted waxaan leenahay in mucaarid ku horto waxaan kula talinaynaa inay u hoggaansamaan sharciiga koow dowladuna inay wax badan leeniyada xuquuqdiin maamulkiin dalka ay ayaduna ay dabciso oo ay wax badan tan islaad ka sameeyso laakiin horta waxaan hoola lagu nasiib darro waragna koow in xilibanadii loo doortay golaha baarlamaanka marka ay qaar in xilibanadu waxa weeye waa sharci dejin waxa weeye waa golihii ugu sareeyay sharci dejinta sida waa kuwii aynu daba istaagi lahayn sharciga iyo wixii la isku qabtay ee dalka shuruucdiisa ka khaldama ama ay kuwii u kala saari lahaa marka ay abaabulayaan baarlamaanka xisbiyada la safanayaan taa waxaan u aragnaa lagu nasiib darro waayo xilibanadu waxa weeye waa golihii labaad ee ugu sareeyay dalka waana sharci dejintii marka xisbiyo muhaafid iyo mucaarid soo hayaa la kala safanayaan taa laftigeedu waxa weeye waa dhaxjab saan u aragno waayo iyagu waa kuwii sharciga loo dabay istaagi lahaa ee wixii khaldan basaxi lahaa marka iyaga waxaan xilibanada golaha baarlamaanka dhamaantood kula talinayaa in aanay la kala safan xisbiyada oo aanay yaroo anaguna waxaanu ka soo baxnay mucaarid anaguna waxaanu ka soo baxnay muxaafid ee ay wixii loo doortay oo qula ka shaqeeyaan noqdaanna kuwa iyagu loo dabay istaaga sharciga in waayeen runahaati aad diyaarnahay beesha musirri ee gobolka saaxil waxaanu taageersanahay in nabadgelyada arinta ka shaqeynta nabadgelyada aad baan u taageersanahay waxaan ilaahay ka baryaynaa in ay Soomaaliland aanay ka dhicin daldalo nabadgelyo darro ee ay ku dhamaato sidii awalba aynu ku dhameysan jirnay maxamed cabdullaahi soo fariistay star tv berbera dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed